فإذا كان شأن هذه الليلة هكذا كما أخبر الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم. عدها البعض قال ليلة خير من 83 سنة عبادة. كم تعيش أنت؟ كم تعيش؟ من تعرف ممن عاش 83؟ أعمار أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. الله جعل لك في كل سنة، في كل سنة جعل لك في كل سنة ليلة عن 1000 شهر أو أكثر بل يزيد. ثم يفرط الكثيرون منا بهذه الليلة وكأنه مستغن عنها، وهذا من الحرمان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدركها أدرك خيرا كثيرا ومن حرمها فقد حرم. من حرم خيرها فقد حرم. هي في هذا الشهر المبارك